حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. أي شخص يحب يتصل بنا أرقام البرنامج راح تظهر أسفل الشاشة، أتمنى أنه يتصلون كثير من المشاهدين، هاي الأرقام موجودة أسفل الشاشة. أيضا عندنا رقم آخر مخصص إلى برنامج الواتساب، رقم الواتساب ظهر أسفل الشاشة حاليا. أحب أنوه للسادة المشاهدين أنه هذا الرقم مخصص فقط للرسائل، ما أقدر أستقبل أي اتصال على رقم الواتساب، الاتصالات على الأرقام الأخرى، وشكرا جزيلا لكم. اليوم الثورة ما زالت مستمرة. الفيديو اللي شفناه قبل شوية هو طلاب العراق خصوصا في العاصمة بغداد، حاليا هذولا في ساحة التحرير، طلاب العراق ودعمهم المتواصل لثورة تشرين، وهم يرددون هاي شبابك يا وطن هاي، أو هاي بناتك يا وطن هاي، ما زالوا مستمرين في دعم الثورة رغم الاستهداف الميليشياوي، رغم استهداف القوات الأمنية، رغم استهداف قوات مكافحة الشغب اللي اصطلاحيا سميت الآن بقوات مكافحة الشعب، ما زالت الثورة مستمرة، حرق الخيام، قتل الناس، استهداف الناس بالأسلحة القاتلة أو بقنابل الغاز المسيل للدموع أو بالرصاص الحي. الناس مدى تتوانى، ما زالت مستمرة بهاي الثورة. لكن شنو اللي دا يخوف القوات الأمنية ولا الميليشيات ولا الحكومات ولا الكتل السياسية اللي قاعدين بالخضراء ومتحصنين، واحدهم متنعم بكل الخيرات وشعبه لا لاقي كهرباء ولا مي ولا غاز ولا أكل ولا راتب ولا وظيفة ولا حياة كريمة؟ شنو اللي دا يخوفهم من شباب طالعين بالشارع رغم البرد، رغم درجات الحرارة المتدنية، رغم القمع المستمر لهم، رغم الرصاص الحي، رغم الضرب والعصي والسكاكين اللي قاموا ينضربون بيها؟ شنو اللي دا يخوفهم منهم؟ هذا السؤال اللي احنا يجب أن نجاوب عليه. أول اتصال ويانا اليوم حلقة صوتكم أبو مريم من عاصمة من الأنبار، تحديدا مدينة الرمادي. حياك الله يا أبو مريم. أبو مريم، أبو مريم تسمعني؟ يبدو أن الاتصال ويا الأخ أبو مريم انقطع. أتمنى من أبو مريم يرجع يتصل بينا مرة ثانية. أبو زهراء من العمارة، حياك الله يا أبو زهراء. أخونا الحي، السلام عليكم أخ أسل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أول مرة نحيي إذاعتكم الكريمة. حياك الله، تحية ودوم. رحنا إلى شهداء الثورة. سلمك. والشفاء إلى جرحاهم، إلى جرح الثورة العظيمة هاي. اللهم آمين. نعم. احنا نعرف سادتها، نعرف ماكو شيء يخوف هاي الثوره، اي شيء ماكو تخوفها. نعم. ليش ما حد يخوف هاي الثوره؟ شافت انواع من الاذيه، انواع من القمع. نعم. شافت
بطلت الرصاص الحي والقنابل الممنوعة دوليا تنشمر وتنفجر بروسهم، وشافوا السكاكين وشافوا أشكال الثورة. بعد شو تظن أنت؟ شلون أكو شيء يخوفهم؟ شنو اللي يخوفهم؟ ما في شيء يخوفهم نهائياً. هذا هو الجواب ما سؤالك. ماكو شيء يخوف هاي الثورة نهائياً. أنا مو على الثورة أبو زهراء. أبو زهراء أنا مو على المتظاهرين أو الثوار أو على العراقيين. أنا سؤالي ليش اللي قاعدين بالخضراء واللي قاعدين في الحكومات المحلية أو السياسيين أو يسمون نفسهم بحكومات العراق ليش يخافوا من هاي الشباب؟ أنا جايك عافية جايك. نعم. جايك. هم لازم. لازم يخافون منهم. تدري ليش؟ لأنه هاي الثورة ما وقفوا بجهة نهائية. هاي الثورة ماكو شيء وقفوا بجهة نهائيا، فلازم هم يخافون. بس اللي مخليهم شنو؟ اللي مثبت وجودهم شنو؟ أنا أقول لك هسه، هذول خدنة الدول، هذول يخدمون الدول المجاورة، يخدمون إيران، يخدمون بقية الدول، تسمعني؟ وباقين خدم للدول، وإلا ما عندهم لا عندهم ذرة من الغيرة ولا عندهم ذرة من الناموس. شا قالوا هذا شعبنا، هاي شبابنا، هاي ولدنا، نتنازل شوية، نتنازل من حقنا، نتنازل من وضعنا. هم ما عندهم حق، لكنه خلي يتنازلون من هالكرسي الأبشر، هالكرسي اللي أذى الشباب، أذى الشعب العراقي. أقول لك ليش طلعوا هذول؟ ليش طلعوا عليهم؟ ليش؟ أنا أقول لك ليش. هذا يكمل جامعة يحط شهادته بالكومة يضمها وتطلع عين عليها، ماكو تعيين. الدراسة بالكليات والمعاهد والثانويات دراسة فاشلة. حتى احنا الناس الأميين اللي ما نعرف شنو وضع الدراسة قمنا نعرف دراستهم فاشلة. زين هاي واحدة. وحدة الثانية ما خلوا حرمة لسيادة العراق، ما خلوا اسمه حرمة للشعب العراقي. هذا جانب. الجانب الثاني قاموا يبوقون بالنفط. النفط اللي نعمة كبيرة مطيها الله للعراقيين، ما اطاها لغير احد، اطاها للعراقيين. قالهم يا ناس الله سبحانه وتعالى عشق بيها من سيد كام ومن عامي كام ومن سياسة كام ومن دولة كام. عيشوا بهاي النعمة، عيشوا عيشة كريمة. احتكروا هاي النعمة، احتكروها احتكار لنفسهم، ولدهم منعمين، عوائلهم بالخارج. جهات ليش شلون هاي الناس تسكت؟ هاي ما تسكت الناس، احنا ما نسكت لا انا ولا انت. اي واحد يقبلها على نفسه من الشعب العراقي حتى يسكت، يعني بيقول بثروات له ويطول للناس اللي يخدمونهم، تسمعني؟ واحنا نعاين بعيوننا. لا العامل مرتاح، لا الطالب مرتاح، لا الفلاح مرتاح، كل شيء ما مستفاد الناس. شلون ما تطلع عليهم وتخوفهم؟ تطلع عليهم وتخوفهم وتطردهم. أقول لك إياها تطردهم. الصبر راح يقل، صبر الناس راح يقل، صار هواي قل صبر هالناس. كفيلك الله تسمعني، أكون نظرية عدي وعدك وكل واحد يقيس نظريته. ترى هذولا خاف تجيهم ساعة، تسمعني أخوي، تعيد اليوم يطبون عليهم يسحلوهم سحل. نعم. شكراً 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 لك أبو زهراء، وأعتذر إذا قطعت الاتصال، لكن عندي اتصالات كثيرة وأيضاً عندي مقتطفات أرد أظهرها للناس، لأنه أكو حرب جديدة قامت تتخذها حكومة الخضراء مع المتظاهرين. أبو عمر من السليمانية، حياك الله. الله نحييك، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تحيا والدوم. طبعاً الله يحفظك. طبعاً أستاذ أدل، صراحة الإعلام له تأثير كبير. نعم. الإعلام من يجي ناس منافقين يكذبون يعني علني، يعني اليوم سمعت على أحد القنوات واحد من العراق متقين سياسي على أساس عشان يسمع ولوقي لقام زين أرزبوله، يقول المتظاهرين يوم هم شايفين الضافتات يجون كريم حلاوي، يابا على شنو الضافتات مكتوبة؟ قال موجودة الضافتات يجون كريم حلاوي لتشكيلة الحكومة ونبني حياة من جديد. زين الأموال المسروقة من يعيدها. نعم. بالملايين. من راح ياخذ الثارهم؟ زين
خلينا احكي بصراحه، انت رجعت اخذ السيارات قبل 1400 سنه، ليش ما تاخذ السيارات ذول اليوم؟ وقت راح تاخذون السيارات ذول الناس؟ هاي بالملايين كتلت من 2003، فالاعلام له تاثير استاذ. انت يحتاج لكم وحده سمع، وحده يعني المتابعه والرصد، ترصدون هاي الاخبار وهاي القنوات المنافقه واللي تاتي بالمنافقين زين، تعرضوها بدون مستحى. بعد ما لكم مستحى وش بقى؟ لا بقى شراب، لا بقى ناموس، لا بقى كرامه، لا بقى عزه، لا بقى كل شيء ما بقى. طيب كل شيء ما بقى بالعراق. ثانيا استاذ، انت الجيش والشرطه والميليشيات، احنا نلوم ايران على شنو؟ احنا نعرف ايران، احنا كأهل السنه والجماعه نعرف ايران عدو الله وعدونا، صريح العباره. فاحنا نلوم ايران على شنو؟ ليش ما نلوم ذولا؟ هذول اللي هم اوفى من عشان يسمع الكلب الفارسي المجوسي من المجوس انفسهم. ليش نلومهم؟ نلوم ايران؟ لا خلي نلوم ذولا. وين الشيخ العشائر قالت احنا راح نسحب ولدنا من الجيش ومن الشرطه ومن الميليشيات؟ وينهم؟ انت يا طيب فتوى، اذا اقول بسريع العباره، هذا الدجال اللي ينطى فتوى بالجهاد الكفائي، انت ليش ما تنطي فتوى بعدم قتل؟ يعني ارجاع الاموال المسروقه، هو لانه هو واحد من الحراميه. وانا اشكرك. شكرا لك. محمد بن ديالى حياك الله. محمد بن ديالة انقطع الاتصال ويا الأخ محمد. أحمد بن أبو غريب حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك؟ هلا بيك. نحن نشكر القناة المؤثرة تنقل الصورة العربيين جميعا. نعم. تفضل اخ احمد. والله عندنا اخوه لا تمييز لا مجاري لا كهرباء في خلاص بغرق. بس اخ احمد الصوت مو واضح، اذا ممكن يعني تغير لي مكانك او تقرب السماعه على يعني على وجهك، لان ما دا اسمع بشكل واضح. منطقه من ويوجد لها أعضاء كثيرين في منطقة أبو غريب. نعم. متهين بالسرقات. نعم. نجارية وحرامية، ونسأل الله أن يخلصها من عندهم. نعم. ناس حرامية نجارية، شو وقت الله يخلصنا من هذول؟ أي جا ندعي بس ما يستجاب الدعاء، لأن وكلونا حرام. نعم. شكرا شكرا لك اخ احمد. اكو حرب جديده اليوم في 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 العاصمه العراقيه بغداد، اتخذتها حكومه المنطقه الخضراء او السياسيين او كائن من كان، لكن قبل ما اقول شنو هي، خلونا نتابع هذا الفيديو. شظيه ضربوه؟ هاي شظيه، شوف هاي، هاي وحده وهاي وحده. احنا الشيخ زايد ما طببونا. احنا الشيخ زايد مدينه الطب ومدينه الصدر ما طببونا. جبتوا لي هنا رجعتوا. جاي هسه على اساس قالوا سووا له عمليه لازم قريبه يم العرب. هسه ما تعال بدنا، تعال تعال بدنا، تعال بدنا، تعال بدنا. هات لي الرجلي صابونا. يلا نزلت لك قوم انت، نزلت لك قوم انت. تعال بدنا. اي شفا يا رب. هاي حال الشباب اللي طالب بحقوقه. هاي صابونة تين زي ما تشوفون كسروا ميتال طلعناهم بالشام. لا مو مرجلة مو مرجلة، شيل الشيل بس شيل وعدين شيل عادي شيل. بيش ضربوه؟ وين ضربتك انت؟ طلعوا مدني طقوا السحابات هيك طقوا السحابات طلعوا خسارة مدني هم مدني جو يسولفون وضحكوا طلعهم قام يطق فيني طبوا بنص ال شو اسمه؟
زين دول المدنيين ما عرفتهم الا المتابعين هم الشغب احزاب ما تعرف هذا صح من خطيه واحده هنا واحده براسي جسمك هذا الثاني هذا شوف المتنقل هذا شوف المتنقل ها براسي وبنعومه براسك ايه لما والله ان شاء الله باقي بيكم تشكي ما تكلمت علينا كلها تمت علينا وتكلمت علينا كلها يعني مستشفى ما تستقبل مصاب او مريض بيا قانون بيا دوله بيا ديمقراطيه مو من المتعارف عليه انه المستشفيات حتى بالحروب ما توقف حتى الاسير اللي تاسره هو عدوك من غير دوله إذا كان مصاب من حسب المواثيق الدولية من المفترض أن تعالجه ما تخليه يعاني من إصابة هذا إذا كان عدو فما بالك بابن بلدك وابن بلدك ما سوى شيء شنو سوى هذا الشاب اللي محتاج إلى عملية وماكو مستشفى تستقبله وقف بالساحات وقال أنا أريد بلد قال أنا أريد وطني أريد دولة إلي أريد دولة تحميني أريد أعيش حالي حال دول العالم لما نشوف جوازات العالم ويلقى مكتوب على ظهر الجواز نحميك تحت سقف أي تحت أي سماء وعلى أي أرض وفوق أي بحر هذا الطلبة هاي الحرب الجديدة يعني ما قدرت لهم بسشاشين أو بالبداية ما قدرت لهم دخانية اللي فاتت وشوهت الناس وكتلة الناس جيتهم برصاص حي جيتهم بحرق جيتهم بميحار جيتهم بسكاكين وطعن وقبعات زرق وهسه مستشفيات ما تستقبل احد احمد بن السماوه اهلا بك واتمنى تعلق لي على هذا الموضوع لما تعرف انه اكو متظاهر مصاب والمستشفى ما تستقبله احمد احمد بن السماوه وياي السلام عليكم حبيب قلبي اسمعني من التليفون وعوف التلفزيون حتى يكون اتصال أسرع تفضل أخوي السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي هاي الحكومة تعبانة ولازم نزيلها عن الشعب نعم نعم هاي الحكومة ما تهيد الشعب هاي أحزاب مدعومة من إيران ايه ومدعومة امريكا والدول تعبانة يعني الشعب لازم ينهار ويغير نعم نعم شكرا 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 لك اخ احمد عندي اتصال من السعودية ابو فيصل حياك الله يا ابو فيصل ابقى ان شاء الله استاذ كيف حالك ألف الحمد لله حياك الله أنت وأهلنا بالسعودية تفضل أخوي الله أفضل نعتز وتحية تقدير لجنابك ولكادر الغناء والغناء وللشعب العراقي تحية للشعب العراقي الثوار رجال ونساء تحية لهم حياك الله بالنسبة لما يجري بالعراق استهدف هذا ما يسمى بالرئيس الجديد على أساس رئيس الوزراء انتخبته الميليشيات يعني هل هذا عنده عقل كان الشعب العراقي هو من أول يوم طلع رافض هذه العملية السياسية بأكمله بما في ذلك رئيس الجمهورية والبرلمان فهذا لو كان احترامي طبعا الشعب العراقي هو شعبه هو كلمته ما لا يمكن تغيره سقوط النظام هذا لا بد منه بس هذا لو كان عنده كرامة يعني شعب رافض كل الشعب رافض وسوف يسقط ويسقط رئيس الجمهورية ويسقط النواب وعقري وتشوفوا وتحاسبوا كل المجرمين وتحية للشعب الثائر تحية حياك الله قاسم من بغداد حياك الله يا قاسم السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام نشكر أخونا أبو فيصل من السعودية ونشكر قناة الرافدين الحبيبة حبيبي لا شكر على واجب هذا واجبنا اتجاه شعبنا واتجاه بلدنا تفضل أخوي مداخلة على مود هذا الميليشيات النجبان ضد الأمريكان بالخروج من العراق أنا بد عندي أمريكا شنو دخلها العفو إيران شنو دخلها بالعراق يهددون القواعد الأمريكية فنحن عراقيون لا
ليس نرفض الدخول الإيراني في العراق قاطعا. ونشكر أخونا أبو فيصل من السعودية، نشكر أخواننا في السعودية، وشكرا لقناة الرافدين. حياك الله قاسم. عندي من محافظة النجف أبو مهدي، حياك الله يا أبو مهدي. حيا الله نباك، السلام عليكم. تحيا ودوم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل أخويا. أنا قلب ممرم، أريدك تعطيني مجال من أسولف. تفضل أخويا. مش عليك روح يدك. تفضل يا أخوي. هاي أول شغلة، إحنا أول قناة، أنا قناتكم حاطها رقم واحد هسا بالتلفزيون. شرف إلنا. هاي رقم واحد حاطها، هاي نقطة واحدة. واحنا شغله مال سلميه وامور سلميه بعد راح نشيلها. هاي شلون مال نقطه اهدى بعشيره راح نشيل هاي الاهدى العطوه نشيلها. نعم. بعد هاي احزاب احنا قاعده تشتل بينا احزاب وقاعده هاي ما نسميها حكومه هاي. نعم. احنا هسه انا توني هسه راح اجيت توني من المظاهرات، هسه خرطت هدومي وراح ارد. نعم. بعد مال سلميه وامور سلميه احنا طينا عهد محافظه النجف. بعد مال اوضح على شغله مال التمون مقتدى السدر. هذا مش مقتدى السدر، هذا سموه سفاح. نعم. هذا سموه سفاح. ارجو من عندكم هذا كنت توكلون هاي. نعم. هاي النقطه هالساكل يطلعونها مباشر، هاي الكلام يطلعونه مباشر. انت على الهواء وطلع مباشر اخوي العزيز، تفضل. على الهواء ماكو بعد خوف ماكو بعد. نعم. ماكو خوف. هاي وادي منكه ازرب علب الاحزاب. نعم. وادي منكه هاي. ماكو خوف بعد. لا انتم تخافون ولا الشعب يخاف. انا اقتلني واسوي سلميه ما كنت قانون. اكو واحد يقتل شعبه، اكو واحد يقتل انسان بريء، قال انك بعلم قتله بريء على اساس عمه، وين صايره؟ بيا عالم هاي بيا قانون. ماكو هذا بعد سلميه امور سلميه هاي احنا انشالت من عندنا، احنا وادم عشاير. تسمعني؟ نعم. وارجو من عندكم بعد لا تسمون مقتدى، تسمونه ابن مقتدى السدر. سموه سفاح هذا. نعم، وصلت ابو مهدي. سفاح درجه اولى واريدها توصل هاي. نعم، وصلت ابو مهدي، شكرا. وشكرك ورحم الله والديك وجزاك الله خير. شكرا لك ابو مهدي. ابو محمد من بغداد، حياك الله. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل أخوي. هلا بيك. والله تعرف الآن أبشر العراقيين أقولهم إن شاء الله خير جاي. نعم. مظاهرين وحدوا الشعب العراقي. من تروح تشوف ما تعرف سني وشيعي وكردي وحتى مسيحي، يعني حتى مسيحي شفنا هناك. نعم. بس كلها تكارث كثير العملاء والخونه والجواسيس دول اللي ربوهم الامريكان. ارباط الامريكان وتدريب الامريكان هذا. هاي تحت يتقبلون منها لان وحدت الشعب العراقي. العشائر الجنوبيه الشرفاء اوصل الشيوخ الشرفاء اللي يتصلون بالشيوخ الغربيه مو الخونه والجواسيس. لان هسه المحافظ الحكام اللي يحكموها من المحافظ الى المدير كلها يشتغلون عند الحكومه. يعني حتى مظاهرات ما يخلوهم يطلعون يساندون اخوان لان الحكومه مجندتهم جميع المناطق الغربيه. نعم. واني انصح الشيوخ العشائر يعني الشرفاء يتصلون ويا الشرفاء اهل الغربيه. ويبون هبة واحدة يحملون السلاح. السلاح وحدهم ما راح يسوون شيء. أنا أقول لك. شلون أبناء الغربية من قبلات؟ وحدهم تسالم. بس أنا أوصي الشرفاء
هاي يحملون لو حتى النساء وحتى الاطفال يحملون كذا. ما في بعد انهم حتى دواء قاموا ما ينطوهم حتى العلاج. يعني ليش جيت يا ظلام يا ما تخافون الله؟ نعم خونا يا قتله يا سفاحي وانتم كان شكرا نعم شكرا لك ابو محمد. مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم متواصل، فاصل قصير ونرجع لكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. الفيديو اللي طلع هسه بعد الفاصل، اصحاب القبعات الزرقاء التابعه للتيار الصدري اعتدت على المتظاهرين محافظه ميسان. السؤال اللي ينطرح هنا، مقتدى الصدر مو طلع بتغريده وقال اجمدهم؟ لو اني غلطان زين ذولا منو؟ لو ذولا هم انشقوا مثل الجماعه اللي انشقوا وسووا ميليشيا جديده وصاروا كتله سياسيه وراها قمت توصفهم اشد وصف انت وصفت انه ميليشيات وقعها وراها تحالفت وياهم، فانا اريد افتهم يعني ذولا منو وش دي يسوون؟ زين المتظاهر اللي واقف الى اليوم ما شفنا متظاهر شايل رشاشه او شايل سكينه او شايل قامه او شايل سيف او شايل مسدس او شايل بندقيه او شايل مولوتوف او شايل رمانه او اي نوع من انواع الاسلحه، بس انتم اللي شايلها بيديكم. ليش هالقتل المستمر بيهم وليش بالتحديد الميليشيا مالتك؟ اتمنى هو يجاوب واتمنى ما يطلع بتغريده. هذا سؤال اوجهه الى مقتدى الصدر. سؤالي للساده المشاهدين، ليش تتوقعون انه القبعات الزرق ما زالت تمارس اشد انواع القمع اتجاه المتظاهرين في كافه محافظات العراق؟ ابو مالك من امريكا ويانا، حياك الله. السلام عليكم استاذ الفيل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحياتي لك ولكل كادر القناة. حياك الله أستاذ أفل. بالنسبة للمستشفيات لعدم استقبال المرضى والجرحى من المتظاهرين، طيب شيء هذا ما يعني مفهوم وزير الصحة المن عايد، يعني مو هو أحد اللي تابعين للأحزاب؟ نعم. مو هو أحد اللي هم بالعملية السياسية ويذول الحرامية وال سفل حياتك؟ هذا من ينطي إعاز للمدراء مال المستشفيات؟ طبعا المدراء ينفذون امره لانهم موظفين يخافون على وظائفهم. فالمساله الاولى والاخيره ترجع للوزير. هذا التقصير من قبل وزير الصحه. اما بالنسبه لمقتدى الصدير ما اعرف شد اعبر عليه، يعني حتى اللسان يعجز من التعبير. اللي سواه بالمتظاهرين اي مسلم على الكره الارضيه ما يسويها، اي رجل دين على الكره الارضيه ما يتقبلها النفس. اثنين، اذا غاب القضاء بالعراق فتعمل الدوله ما تشاء. انت سمعان بحياتك يا استاذ افل قاضي جنايات اللي لا يقدر يكسر قراره لا رئيس جمهوريه ولا رئيس وزراء، يوزع سندات مزوره للمالكي. فمن هذا القاضي وانت قيس؟ نعم. اني عداله راح اشوف بالعراق بعد؟ القضاء عندنا غايب،
القانون عندنا غايب، الميليشيات تسول وتجول بالشوارع. نعم. على اي حكومه انت دا تحكي يا استاذ افل؟ نعم. الله يكون بعون الشعب العراقي. وهذولا صدقني اذا ما تتدخل الامم المتحده وتبعث قوات دوليه تحرس الحدود ما بيننا وبين ايران، فهاي المشاكل ويا هذا ويا هاي العمليه السياسيه راح تجر سنين طويله. نعم. هم من ايران والميليشيات كلها مدعومه من ايران، واذا ما ينوضع حد من قبل فاي نتيجه ما كل لكل المتظاهرين. نعم. شكرا شكرا ابو مالك. السؤال اللي يتوجه هنا، لو كان مصاب من المتظاهرين او من المسرحيه اللي صارت امام بوابه السفاره الامريكيه في بغداد، لنفترض انه القوات الامريكيه اللي هي من المفترض ان تحمي مبنى السفاره الامريكيه في بغداد قامت باصابه احد الناس اللي كانوا متواجدين في اثناء التظاهره اللي صارت باب السفاره الامريكيه، همين المستشفيات ما راح تعالجهم؟ وهمين راح يكون تعامل حكومة المنطقة الخضراء نفس تعاملها مع متظاهري الوطن؟ هذا السؤال. أبو حاتم من النجف، حياك الله. أبو حاتم، أبو حاتم انقطع الاتصال وياه، أتمنى يعيد الاتصال ونسمع رأيه. أم عمار من مدينة الناصرية، حياك الله يا أم عمار. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أنا أحب أضامن ويا أبو مهدي طلع حسن من النجف، لأن السلمية بعد إخواني المتظاهرين السلمية بعد ما تفيد وياهم ذولا. أنا أريد أنك ترفعون سلاح بوجههم، لان انتم بس حرامات جاي تماتون بالسلميه ويبقى جاي يموتون، يعني ماكو فايده. نعم. احنا من يعني دائما نتابعكم، وانا عندي زوجي من قوم شريف عندي نتابعكم من الصباحيات. شرف لنا. بس انا اريد من عندكم، اي والله اريد من عند اخوان المتظاهرين يسمعون صوتي، اريد يواجهونهم بعد بالاسماء، يعني السلميه ما جاي تفيد وياهم. نعم. واحنا نشكركم على هاي البرامج جاي تمشوها. لا شكر على واجب، لا شكر على واجب. بالنسبه الى الاعتداء، شكرا شكرا لك ام عمار. بالنسبه الى الاعتداءات المستمره بحق المتظاهرين، اكو صاحب خيمه بساحه التحرير، خلونا نسمع اللي قاله. يا كل الاحرار في بلادي، هذه الخيمه المحروقه هي الخيمه التي حرقت امس، وهؤلاء اصحابها قاعدين يدفون تحتها، ما تركوها. هنلتقي مع صاحبها. السلام عليكم وليدي، شلونك يا عمري؟ شنو هاي الخيمه؟ شو قاعدين بدون؟ شنو موضوعكم؟ جماعه حرقوها الشغل. شلون حرقوها وليدي؟ قاعدين هنا قعدتنا هنا يومين، قاعد نصب يعني شعل جمريه وقاعدين. جو من هنا عليها ركضوا بكسريات من الطبه وبالفروع، يا ريت هسه كسريات من الصغار كل هذا الطشار. اشتغلوا لنا طق طق حرقوا الخيمه، يابا ليش؟ عاتشوا من هنا. نطون علينا ونطقون علينا. الساعة ايش؟ نذيكم تقريبا 11:30. 11:30 البارحة بالليل. كومات. نذيكم نحاكيهم من هنا صيح عليهم، اذيكم يمكم عوض الخيمة. ولا كانوا مع بالك عمي اليهود مو مثلهم والله. الله يعينكم. هذا اللي يطق اخوه واللي يضرب اخوه. انا بكسريات وحاكي ولا كانوا. فلسطين ما صار بيج والله. فلسطين والله مبينة بالطابوق ويا. طابوق ظاهر سلمي، ما واجهتهم لا طابوقه لا شيء. امير المؤمنين وهاي نار محمد عليه وعلى صادق صادق طابوقه ما شامل عليه. حاكي من هنا يطقني بكسريه ورا 10 ايش اسوي؟ يطقني بكسريه. لا حول ولا قوه الا بالله. يعوض على الله ان شاء الله. لا وليدي ان شاء الله خير، صوتك يوصل باذن الله يا وليدي. هذا الشباب شوفوهم، شوفوهم ايش قد مرعبين، ايش قد يخوفون شباب، وهاي خيمتهم. هذا متظاهر من المتظاهرين بساحة التحرير، احترقت خيمته البارحة بالليل، حكى لنا اللي صار البارحة، يقول أنا كل شيء ما سويت، لا شلت بوجه شيء، وأسأله ليش تسوي هذا الشيء؟ يقول حرق خيمتي وراح. هاي معاناة المتظاهرين، هاي معاناة المواطن العراقي، هاي معاناة الشاب العراقي مع حكومته اللي من المفترض أن تكون هاي الحكومة موجودة لأمانه هو. زهير من السليمانية، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة والإكرام.
اخوي على مود هاي الحكومه، هاي الحكومه ليش تقتل بشعبها؟ نعم. يعني حكومه ما اعرف والله ما اعرف هذول شنو همج يقتلون بشعبهم يحرقون بخيمهم وما يدخلون من المستشفيات. نعم. يعني ونطالب من خلال قناتكم الكريمة العفو العام للمعتقلين الأبرياء. نعم. لهاي الدعاوى الكيدية. شكرا على قناتكم. شكرا 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 لك. أتحول إلى برنامج الواتساب ورسائل الواتساب اللي وصلتنا اليوم. أول رسالة عندي: السلام عليكم، أنا أم محمد من واسط، أشكركم على برنامجكم الواعي. إحنا رايدين واحد يحكم العراق، خايف الله مملطخ إيده بدم الشعب، ما عنده غير جنسية عراقية ويحلون مجلس النواب لأن هو الناهب لثروة الشعب، وإحنا تعبنا كافي، الله لا يوفقهم، رواتب ماكو بيها خير، حصة تموينية تعبانة. أشكر حضرتك والكادر. رسالة أخرى: السلام عليكم، اتصالات كثيرة، أنا أعتذر من السادة المشاهدين أنه ما أقدر أستقبل أي اتصال على البرنامج. السلام عليكم، عندي فيديوهات أتمنى تنشروها. أخي العزيز، أي شخص عنده فيديو أتمنى يتبع أو يتابع الشاشة، أكو رقم تحت أسفل الشاشة بالخط الأزرق بنافذة اسمها أنت ترى، تقدر تدز الفيديوهات عليها. السلام عليكم، أنا عراقي من العراق، كلهم حرامية من مقتدى، وخلي إيدك. السلام عليكم، نعزيكم بمصاب أخوتي الشهداء، بس والله من حق مقتدى أن يمنع المتظاهرات لأن بنات وشباب ما يصير وما تليق بالعراق. والله يا أخي العزيز، يعني ما أعرف شنو أجاوبك، لكن هل تعتقد أنه إذا الشاب العراقي والشابة العراقية طالبت بحقها أنه هذا الشيء ما يصير؟ مو من حق أحد يمنع أي إنسان أنه يطالب. ثانيا، هل تتوقع أنه الديمقراطية اللي هم يقولون عليها أو الشباب اللي طلعوا هم ضد الديمقراطية وضد الحرية وضد أن يكون البلد بلد إلك وإلي والغيري؟ هذا السؤال اللي أوجهه لك. زهراء من العمارة، إيش نترجى من حكومة الخضراء اللي قتلت المتظاهرين وقمعتهم؟ هاي آخر عمايلهم، يمنعون المستشفيات تعالج المتظاهرين، صدق إن لم تستحي فاصنع ما شئت. السلام عليكم، تحية خاصة من القلب إلى الماجدة العراقية وعلى رئيس الوزراء المكلف، إبعاد رجال الدين عن الطبقة السياسية، وشكرا. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لكم جميعا، وأقول لإخواني الثوار بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، صدق الله العظيم. أقول لهم أخوتي، الثبات الثبات بعد الاتكال على الله، لا تترجون من أحد غير الله، إن كشفت لعبة الاحتلال وأعوانهم والنصر حليفكم قريب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تحية طيبة لقناة الرافدين، صوت الفقراء والمستضعفين. إحنا ليش طلعنا؟ لأن نمشي بأسوأ شارع، نتعلم بأسوأ نظام تعليمي، ومن عندنا معاملة موظفين يسلكون أسوأ سلوك، لأن ما نقدر نفكر بصوت عالي، ما نقدر نلبس اللي يعجبنا. طلعنا لأن نريد نبطل نخاف. تحياتي أخوتكم كريمة عبود أم جلال من ذي قار قضاء الفهود. أبو زين العابدين من البصرة، السلام عليكم، الحذر الحذر من حكومة مستقلة تتحكم بها الأحزاب، فيجب رحيل الأحزاب والميليشيات من العراق. تحية لك أخي أفل، الثوار رفضوا تكليف محمد توفيق علاوي وهو مرفوض بأمر الشعب، ليعلم ساسة عملية سياسية أنهم مرفوضون رفضا قاطعا، لأنهم هم سبب ما حدث من 2003 والآن من فساد وقتل وقمع وجرائم وسرقات. لذلك الخلاص من الأحزاب بأكملها هو المطلب المهم لنجاح ثورة تشرين، والرسالة طويلة، أعتذر منك أخي العزيز إن لم أكملها. السلام عليكم، حرامية القرن، مقال بعث شخص، أعتذر ما أستطيع أقرأ مقال كامل. السلام عليكم، عندما دخلت صباحا إلى ساحة التحرير تجولت في الساحة، تألمت كثيرا نتيجة قلة الأعداد، جلست على الرصيف وبينما أنا أفكر بالثورة رأيت من مسافات بعيدة أعلام عراقية كبيرة ترفرف عاليا، فرحت كثيرا، عرفت أنه صوت القمصان البيضاء سيصل للتحرير ليهز عروش الفاسدين. نعم، إنه كان صوت مدوي متحد في السماء. ساعتها شعرت أنه ما دامت الثورة حية في قلوب هؤلاء الشباب فالثورة لن تموت والثورة انتصرت. السلام عليكم، حجة داعش، يتم تهجير وذبح الشعب.
السلام عليكم من عبد الخالق الناصر، أشكر قناتكم الرائعة. لا تحزن إذا ضاقت بك الحياة، فربما اشتاق الله لسماع صوتك وأنت تدعو. كافي الواد من ذلت يا أبو النهرين، كافي عيونك دور الشباب الزين. هنيالك يا الناصرية على هيك رجال خلفتي، ونعم ما خلفتي. معذور يا موطني، اللهم ارحم شهدائنا بحق محمد وآل محمد وشافي جرحانا. السلام عليكم، نشكر قناتكم البطلة قناة الشعب العراقي صوت الحق. أرجو منكم أن تذيعوا هذا الخبر، إحنا ثوار ساحات التحرير جاي نتعرض كل يوم بالليل تحديدا لهجمات من عصابات القبعات الزرق وعصابات عصائب أهل الباطل والخراساني وحزب الله وغيرهم لهجوم، ويصيبون من الثوار بطعنات السكاكين والضرب بالهراوات ويحرقون الخيم ويخطفون. وأكو ترويع، أرجو منكم أن تذيعوا هذا الخبر، أخوكم مصطفى العراقي. السلام عليكم، شلونك استاذ؟ انا ام علي من ذي قار، صعاليك بغداد ومرتزقتها شئتم ام ابيتم، رضيتم ام رفضتم، لكم يوم ولنا ايام، العاقبه للمتقين، سننتصر ولو كره الكارهون. مؤمنين طبقت عليهم الايه الكريمه، فرحين بما اتاهم الله من فضله غدا لناظره قريب. الصبر والاتحاد يا شباب العراق. ابو محمد من الكوت، السلام عليكم ايتها الميليشيات القذره. المتظاهر لم يذق لذة العيش فتظاهر سلميا فقتل، هل تعرفون معنى أن يموت المرء قبل أن يعيش؟ فلماذا تقتلوه أيها المجرمون المأجورين؟ أبو أوس من تركيا. السلام عليكم، تحياتي لك ولجميع كادر الجميل الراقي بقناتكم الرائعة. يعني إلى متى الاستهزاء بالشعب وطلباتهم وحقهم؟ يعني زمرة مجرمة فاسدة استلموا العراق وما عندهم ذرة ضمير، هذول كلهم لازم مصيرهم مثل سليماني والمهندس بإذن الله، ونخلص من شرهم وحقدهم على العراقيين والعراق العز والكرامة والنصر للوطن والعراق وللعراقيين الشرفاء. تحياتي أخوتكم أخوتكم لهفة من ألمانيا. السلام عليكم، تحية لحضرتك أستاذ أفل، تحية لثوار الانتفاضة والأبطال والرحمة والغفران لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. أستاذ ليش ما حد بحال العراق؟ يعني هسه الدول ما تباوع حال شبابنا، ليش ساكتين على هذا الظلم من الحكومة المجرمة على الشعب العراقي؟ بس ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. علمت هذه العصابات أن الشعب العراقي استوعب لعبة المصالح والقائم على حسابات دم الشعب العراقي ومقدراته، فعمدوا إلى القتل والترهيب من أجل بقاء المصالح بين هؤلاء المجرمين. سعد من السعودية. السلام عليكم، أبو حيدر من النجف. إلى كافة شيوخ عشائر العراق الشرفاء من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، كونوا يدا واحدة مع الشعب العراقي ثابتين وباليقين القاطع أن العراق المحتل من قبل إيران والأحزاب الفاسدة والذيول التبعية لإيران، ويحاولون الهيمنة على العراق كلا وكلا وألف كلا. ها نحن قادمون إليهم بالأيام القليلة المقبلة وسنعيد ثورة العشرين، والنصر حليفنا بإذن الله. السلام عليكم، أنت قلت متظاهري الوطن، هل هم يعتبرون الأمر كذلك أم هم يعتبرونه خيانة؟ سؤال من مواطن، وأتوقع أن السؤال مشروع. كلمات الناشط المدني إيهاب جواد الوزني من ساحة الأحرار في كربلاء أثبتت ما نريد. السلام عليكم، يعني مقتدى من الله ما يستحي، من الناس ما يستحي، من نفسه ما يستحي، ضمير ما عنده. الله على الظالم. رشا من النجف، ليش ما جابون سلام من إيران؟ عليكم السلام والرحمة والإكرام، بس ما افتهمت الرسالة. السلام عليكم، أنا تبارك من الناصرية، أحب أحيي قناتكم الكريمة، بس أريد نعرف مقتدى شي يريد منا يوميا. طلعنا سالفة يومية يمنع الاختلاط، وانت شكوا منع النقابات اللي بالبرلمان اللي كل وحدة ولا الثانية، أمنع نفسك ومالك علاقة بينا، احنا بحالنا وانت بحالك. السلام عليكم، أبو أمير من الناصرية، أنا سايق تريلا واشتغلت على إيران وجندي عراقي بالحدود، فديوم منع البضاعة اللي نسوقها لبيوتنا، بضاعة خاصة مسواق للبيت، خلال أسبوع نقلوا الإيرانيين من سونار الشيب إلى طريبيل، وهو جندي حجالة كلمة، فكيف دولة وبديهم والكلام هواية؟ شو سألف لك؟ وأني مسؤول عن كلامي، مع تحياتي. السلام عليكم، سحقا لمن وضع يده بيد الفرس وحاول أن يقمع الثورة، فصبرا جميل والله المستعان، فصبر جميل والله المستعان. تحياتي لكم ولجميع الثوار والرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار. أبو جمال الكبيسي، تحية من إخوانكم في السعودية إلى الشعب بلاد الرافدين العظيم. مقتدى الصدر من اليوم راح نسميه مقتدى الغدر. السلام عليكم أخي، بس أريد أسأل المرجعية اللي تقول نحن مع المتظاهرين وهم نايمين ولا ذاكرين الشهداء والجرحى، خلي يطلعون ويتركون صلاتهم وفتواهم على صفحة إذا هم مو إيرانيين أصلهم. وين المرجعية؟ أنا ويا الشخص اللي قال مقتدى حقه يمنع التظاهرات والحرية لكل على راسي، بس أكو ناس تمارس
اشياء كثيره، واكو بعض الناس بالمطعم التركي تعاركوا على مود هوايه سوالف تعبانه، فاني اتمنى تقرا هاي الرساله وشكرا لك. لكن يا اخي العزيز اكو مواطن هسه سال سؤال يقول من يمنع المتظاهرات مقتدى الصدر؟ ليش ما يمنع النائبات عن التيار الصدري اللي موجودات بالبرلمان قبل ما يمنع المتظاهرات؟ السلام عليكم، انا اوجه رساله الى الشعب العراقي ان يكونوا متحدين، اخوكم من ايران. السلام عليكم، اخوكم علي مزعل ابو خوله من بابل. انا انضربت بعيني فاصبحت عيني عمياء نتيجه الحكومه المجرمه، ارجو من قناتكم المحترمه بتوفيق وان شاء الله نحن منتصرين رغم انوفهم. واعتذر من باقي الساده المشاهدين اللي ارسلوا كثير من الرسائل وما قدرت اقراها، واعتذر ايضا من الساده المشاهدين اللي يحاولون يتصلون بالبرنامج لكن خصصت وقت الى رسائل الواتساب. برنامج صوتكم انتهى، شكرا جزيلا لكم وفي امان الله.